نروح بقى مع حضراتكم على عالم الصحافة الرياضية والمانشيتات اللافتة للأنظار، وعلى رأس هذه المانشيتات عنوان بيقول ليبيا تفوز على أنجولا وتصعب مهمة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، يعني وكأن مهمتنا ناقصة تزداد صعوبة. فعايزين نعرف بقى التفاصيل مع طبعا زميلتنا العزيزة مريم سميحة المتواجدة حاليا في مقر جريدة البوابة نيوز، وهنتابع معاها أهم المانشيتات الصحفية المختلفة. مريم صباح الفل عليك، إيه الحكاية بقى وإيه التفاصيل؟ اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك اكيد انا هوند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، جوله صحفيه جديده من داخل مقر البوابه نيوز. يمكن هنبتدي بالعنوان اللي انت يعني تطرقت له يا كريم، وهو العنوان الاول معانا من البوابه سبورت: ليبيا تفوز على انجولا وتصعب مهمه مصر في تصفيات كاس العالم. الحقيقه ان المنتخب الليبي حقق فوز صعب على حساب منتخب انجولا في الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022، وبهذه النتيجة أو بهذا يعني الفوز يمكن فعلا منتخب الليبي صعب المهمة على منتخب مصر. ده طبعا بعد ما تصدر المنتخب الليبي المجموعة، وكده صعب منتخب مصر في المجموعة لأن المنتخب الليبي بقى متصدر برصيد 6 نقاط، وبيأتي منتخب مصر في المنتخب في المركز الثاني، ثم يأتي طبعا المنتخب الجابوني، وفي النهاية أو في نهاية الترتيب بيأتي منتخب أنجولا. كمان يحتاج المنتخب المصري للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة في هذه التصفيات من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب المسابقة أو الحصول على 4 نقاط على الأقل من المواجهتين. من جريدة الشروق: اتحاد الكرة يعلن خليفة البدري في المنتخب خلال ساعات. تعلن اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خلال الساعات القليلة المقبلة المدير الفني الذي سيقود المنتخب الوطني في مشواره أو في بقية مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. ده طبعا بعد توجيه الشكر لكابتن حسام البدري والجهاز المعاون أول الأمس بعد الأداء الغير جيد، وطبعا بعد كل ردود الأفعال اللي كلنا تابعناها من خلال مواقع السوشيال ميديا أمام المنتخب طبعا الجابون ومنتخب أنجولا أيضا. كمان يعني الحقيقة أن الجريدة أكدت أنه أداء غير جيد. أضاف التقرير أنه علامة الشروق من مصادر مطلعة ومصادر خاصة داخل اتحاد الكرة أنه البرتغالي فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة هو الأقرب لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة أو لتدريب المنتخب بشكل مؤقت. كمان خلال مباراتي ليبيا المقبلتين في شهر أكتوبر المقبل بجهاز معاون يتكون من كل من ضياء السيد مدرب عام، كمان معتمد جمال مدرب، وعصام الحضري مدرب لحراس المرمى. أكد المصدر كمان يعني أن ارتفاع أسهم فينجادا في الوقت الحالي ده بسبب طبعا يعني عدة عوامل أبرزها هو دي الوقت خلال الفترة المقبلة والفترة الزمنية لمباراتي ليبيا. كمان أيضا لدرايته الكبيرة جدا بالكرة المصرية بشكل عام، فضلا عن تواجده في منصب المدير الفني للاتحاد والمتعلق بتطوير ملف الكرة المصرية ووضع استراتيجية للمسابقات المختلفة لكرة القدم في مصر، بجانب المساهمة في تطوير المدربين ومساعدة المنتخبات الوطنية المختلفة من أجل مزيد من التطوير للكرة المصرية. أضاف كمان تقرير الشروق أن في حالة يعني الاستقرار على تولي مدرب محلي للمنتخب سيكون في هناك مفاضلة بين حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري وأيضا إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي. ومن صحيفة الشرق الأوسط: اختبار قوي لإنجلترا أمام بولندا والخطأ ممنوع لإسبانيا وإيطاليا أمام كوزوفو وليتوانيا. ستكون التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 على موعد اليوم مع اختبارات قوية للمنتخبات الكبرى بالقارة، حيث يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره البولندي، فيما سيكون الخطأ ممنوع تماما بالنسبة للمنتخب الإسباني المطالب بالفوز أمام كوزوفو. كما تتطلع
إيطاليا بطلة أوروبا إلى استعادة نغمة الانتصارات على حساب ليتوانيا وألمانيا لمواصلة نجاحاتها الهجومية في مواجهة أيسلندا. وفي المجموعة التاسعة بتبرز مواجهة المنتخب الإنجليزي والبولندي المتنافسين على الصدارة رغم تفوق الأول بفارق مريح. وستكون المباراة الاختبار الجدي الأبرز لرجال المدرب طبعا جارث ساوثجيت ومهاجمه هاري كين أمام المهاجم الهداف ليفاندوفسكي ورفاقه البولنديين في عقر دارهم. ولم يفرط الفريق الإنجليزي بأي نقطة خلال الجولات الخمسة السابقة وجمع 15 نقطة، وتأتي بولندا ثانية بعشر نقاط من خمس مباريات. أخيرا من روسيا اليوم، خمس أرقام تاريخية يحطمها كريستيانو رونالدو في سبع أعوام. حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد عدة أرقام تاريخية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأندية أيضا منذ عام 2014. ونشر موقع ترانسفير ماركت العالمي إنفوغرافيك يوضح الأرقام التاريخية الخمسة التي أنهى رونالدو سيطرة لاعبين آخرين عليها لسنوات طويلة جدا، لأنه حقق رونالدو طبعا لقب الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد برصيد 450 هدف، كما حطم رقم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدف. ونجح رونالدو أيضا ومؤخرا من تحطيم رقم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات بعد أن وصل للهدف رقم 111، فيما يمتلك دائي 109 هدف. وبات رونالدو الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 14 هدف متفوقا على الأسطورة الفرنسي طبعا ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف، كما توج بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف. دي كانت أبرز عناويننا الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل لما قار البوابة نيوز. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية المتميزة، وصباح الفل عليك. شكرا ليكي جدا يا مريم، شكرا للزميلة العزيزة أيضا نورهان تمان.